تتوج بإحراز اللاعب النجدي على ضربة خطأ مباشرة. بالنسبة لخط الدفاع فريق شباب المأسيرة، خاصة بالنسبة ليمونين البرازي حارس المرمى، اتخذ كل الاحتياطات. سيكون في التنفيذ الاختصاصي نبيل مسلوب الذي يتمكن من هزم الحارس ويوقع الهدف الأول لتعم الفرحة مدرجات الخاصة بأنصار فريق الرجاء. إذن فريق الرجاء البيضاوي متقدم بهدف مقابل لا شيء. هذا الامتياز المبكر لفريق الرجاء حرك خط هجوم المجموعة للبحث عن أهداف أخرى. هذه محاولة لفريق الرجاء البيضاوي تتوج بإحراز ضربة جزاء. مباشرة بعد ذلك علامات القلق واضحة على محيى المدرب فريق شباب المسيرة خيري بخصوص مصير فريق شباب المسيرة في هذه المقابلة. ترافح تلقى الورقة الحمراء. رد فعل سريع للحارس منير البرازيل الذي تمكن من تصدي ضربة جزاء هذه، وبالتالي ضاعت فرصة سانحة لفريق رجاء لإضافة هدف ثاني. لكن في الدقة 43 اللاعب عمار النجري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق الرجاء بعد تمريرة جيدة للاعب متولي. في الدقيقة 59 نتابع هذه المحاولة. اللاعب متولي يتمكن من إضافة الهدف الثالث بعد تمريرة جيدة من طرف لاعب عمار النجاري، وبالتالي أصبحت مجموعة الرجاء تتحكم في هذه المقابلة. نتابع إعادة من زاوية أخرى لهدف الثالث لفريق الرجاء البيضاوي. بذكاء كبير جدا اللاعب عمر النجري كان وراء التمريرات الجيدة والمحكمة لفريق الرجاء، حيث أضاف هنا اللاعب طير الهدف الرابع، وبالتالي ازداد الارتباك في خط دفاع فريق شباب المسيرة الذي أصبح عاجزا عن التصدي لخط هجوم فريق الرجاء الذي أضاف الهدف الخامس لوصل اللاعب الحاج 5-0 للرجاء. كما شفتوا اليوم يعني الفريق لعب يعني ربح نتيجه واداء، يعني ما عندي ما نقول في المقابله، والحمد لله دائما غادي يعني كنوعد الجمهور ديالنا دائما نكونوا في نفس الموعد، وان شاء الله غنفرحوا الجمهور ديالنا ونفوزوا بالدوري ان شاء الله. نقدر نقول عن هذه المباراه من اضعف المباريات لعبنا الى حد الان،